سلام، تدخل ممتاز في هذه اللحظات مع المركز الثالث. ثالث المراكز يأتينا هملول. هملول تعود الملكية لهجن الرياسة، الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاق هملول. انتقل مباشرة إلى شاهين من هجن الرياسة بمتابعة هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصول من شاهين لهجن ند الشباء هنا من يتابع الانطلاق سعيد بن سالم. تقدم ممتاز في هذه اللحظات من يصل مشاهدينا الكرام شاهين من هجن الرياسة بمتابعة المستحيل. هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري، يا سلام، وصل في هذه اللحظات وانطلق مشاهدينا الكرام الطاير لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير. الوصول من شاهين يتدخل مباشرة ويأتي مع المركز التاسع لهجن الرياسة. هنا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع هذا التقدم والانطلاق. تقدم من شاهين لهجن الرياسة المجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع هذا الانطلاق. وصول وقدوم في هذه اللحظات من الواعي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النيال يمع بن عتيق الرميثي. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول للعشر الأوائل المتقدمة من تزين عاصمة الميادين. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط شديد وهو شديد مع الصدارة لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد في عملية التضمير. شاهين لهجن الرياسة بمتابعة المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم لنا شاهين مع المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم هجن ند الشبا، شاهين مع المركز الثالث. هنا لهجن ند الشبا سعيد بن سالم في متابعة التضمير. رابع المراكز هملول، هملول لهجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع مساره، ولكن شاهين لهجن الرياسة مع بن زيتون غير مباشرة واحتل المركز الرابع بمتابعة هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدم لنا الفنون في هذا المساء. هنا يقدم لنا الشواهين في هذا الشوط، غير مع المركز الثالث. المركز الخامس هملول لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي. المركز السادس الزعيم تعود الملكية مشاهدينا الكرام هنا من يتابع الانطلاق للزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس النيبي في عملية تضميره. نقلة مباشرة إلى المركز السابع يأتي مشاهدينا الكرام ويتقدم في هذه اللحظات الواعي. وصل الواعي وهنا الطائر تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هنا أبو سهيل سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير الواعي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيق الرميثي المحترف. شاهين وشاهين المملوكات لهجن الرياسة بمتابعة هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصل شاهين لهجن الرياسة بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، كيلو ونصف الكيلو هجن ند الشباء تتقدم وهجن النايفات. هنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من يصل علقم، علقم تعود الملكية لهجن النايفات. هنا راشد بن حمد بن حلفان يتابع انطلاقه ومساره. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، هكذا النداء. نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. بان الخط المستقيم والاتجاه السليم لخط النهاية لفوز وإبداع وانتصار هجن الرياسة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول بن زيتون المهيري. بوسعيد مع البداية والصدارة. المستحيل يقدم لنا شاهين مع المركز الثاني بشعار هجن الرياسة. هناك شديد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد. هملول لهجن الرياسة يتقدم مع الظافر علي بن ميل الوهيبي. شاهين لهجن الرياسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع الانطلاق لشاهين الرياسة بالفعل. هنا مشاهدينا الكرام رباعية رياسية باختلاف المضمرين، الفطاحة للكبار. هنا المجازف، هنا العملاق، هنا المستحيل، هنا الظافر. يا سلام، هجن ند الشباء مع المركز الخامس ومع شاهين طارن القعدان. انطلق الكل من الفطاحة للكبار المضمرين. يا سلام، هجن الرياسة سيطرت مع البداية. المجازف
العملاق هجن الرياسة، الشواهين مع الصدارة، الظافر مع حملول، الشاهين لهجن الدشبة، انطلق الكل يا سلام، شاهين لهجن الرياسة، انطلق للفوز، شاهين لهجن الرياسة مع العملاق مع المركز الثاني بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا شاهين المجازف العملاق هجن الرياسة مع الريادة والصدارة مع القيادة يا سلام مع المركز الأول هجن الرياسة شاهين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والعملاق يقدم لنا شاهين قادم بكل قوة بكل جدارة شاهين شاهين العملاق العملاق سلام سلام الفوز والإبداع والانتصار مشاهدينا الكرام لهجن الرياسة والتهنية والناموس والفوز لهجن الرياسة وللعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي سلمة يمينك العملاق مع الأمتار الأخيرة نال شرف الناموس وأهدى هجن الرياسة شاهين شاهين لهجن الرياسة مع المركز الثاني مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثالث هملول لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي المركز الرابع شاهين لهجن ند الشباب خامس المراكز هكذا مشاهدينا الكرام نذهب مباشرة تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من تابع لنا شاهين ونال شرف الناموس 7 دقائق التوقيت الزمني 26 ثانية جزئين من الثاني تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يسعد الله مساك بو محمد من تابع انطلاق شاهين لهجن الرياسة هنا شاهين لهجن الرياسة 7 دقائق 26 ثانية 7 من الأجزاء شاهين المملوك لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تهانينا والناموس هاملول ثالثا لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي وقطع المسافة في زمن قدره 7 دقائق 27 ثانية 3 من الأجزاء